دستورنا القرآن وديننا الإسلام، أركانه الجليلة دعائم الفديلة، ويا الشهادتان كعيدة الإيمان، والصوم والصلاة وحج والزكاة. Our God is the Quran, our religion is Islam. Five noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. دستورنا القرآن وديننا الإسلام، أركانه الجليلة دعائم الفضيلة، ويا الشهادتان كعيدة الإيمان.